هو بيقول لي ميك اكس ذا سبجكت اوف ذا فورمولا واي ايكوال 7 اوبن براكت اكس اوفر 3 ماينس 5 تي كلوز براكت. طيب انا كل ما عليا ان اعمل ايه؟ اول حاجه اللي قبل الايكوال ده ليفت هاند سايد، اللي بعد الايكوال ده رايت هاند سايد. هقوم انا مبدل كاتب الرايت هاند سايد هنا، يعني ال 7 والاكس اوفر 3 ماينس 5 تي هنا، واخلي الواي الناحيه الثانيه. عايزين نبتدي نتخلص من الحاجات بقى اللي حوالين الاكس دي. اول حاجه لازم نخلص من النمبر اللي بره البراكت ده. النمبر ده بيعتبر تايمز البراكت، يعتبر تايمز، فانا هتخلص منه اوديه بالديفايد. فكده بقت اكس اوفر 3. طبعا لما اتخلصت من النمبر اللي بره البراكت، البراكت كمان مشي، ما عادش موجود. يعني المساله بقت اكس اوفر 3 ماينس 5 بي ايكوال واي اوفر 7. طيب بعد كده نبتدي نتخلص من مين؟ من النيجاتيف 5 بي، نوديها هنا بالبلس. يبقى بقت اكس اوفر 3 دي مشيت من هنا بقى ايكوال واي اوفر 7 بلس 5 بي. طيب فاضل لك تخلص من مين؟ من ال 3. طب ال 3 دي معموله بالاوفر يعني بالرايت. بسيط، نوديها الناحيه الثانيه بالتايمز. طب اما توديها بالتايمز في الاكسبريشن ده كله، يعني معناها بتكتب ال 3 كده اهو تايمز تايمز، تحط دول في براكت واي اوفر 7 بلس 5 بي. فالمساله في الاخر انتهت على ان ايه؟ اكس ايكوال واي اوفر 7 بلس 5 بي، وتبقى كده خلصت المساله. اتمنى ان تكون ايه؟ ان شاء الله في النهايه. بالنسبه للمساله دي ميك اكس ذا سبجكت اوف ذا فورمولا دي، اول ستيب زي ما اتفقنا اكتب الفورمولا الرايت هاند سايد، اكتبه هنا 2 اكس اوفر 5 بلس 3 سي ايكوال، واخلي الواي اللي هنا. اول حاجه نتخلص من 2، 2 دي تايمز نوديها هنا بالديفايد. يعني طالما اتخلصنا منها يبقى البراكت كمان اتشال، يبقى اكس اوفر 5 بلس 3 سي ايكوال واي اوفر 2، انا وديتها بالديفايد. طيب بعد كده فاضل لي 5 وفاضل لي 3 سي، اخلص من مين؟ لا اخلص من 3 سي، اوديها الناحيه دي بالماينس. اهي يبقى المساله بقت اكس اوفر 5 ايكوال واي اوفر 2 ماينس 3 سي. طب بعد كده عايز اخلص من 5 اللي هي في الاوفر دي، نوديها بالتايمز، لان هي ايه؟ اوفر يعني ديفايد، نوديها بالتايمز. طب اما تروح بالتايمز يعني ايه؟ بتتكتب كده اهو، والاكسبريشن ده بيتكتب في براكت كده، هي كانها اتعملت تايمز. في ناس يدخلها يعملها تايمز في، وفي ناس يسيبها كده، وكده ان شاء الله تبقى تعتبر خلصت المساله. وعملنا الاكس طالما بقت لوحدها هي السبجكت اوف ذا فورمولا. ماشي، اتمنى تكون ان شاء الله فاهمك يعني.